لكم بعد الفاصل وسيارتنا ما زالت متواصلة مع أبو وديع. نرجع حوارنا أبو وديع. تفضلي. نتفرجوا في الإكستري هدايا ونرجع نحكي. نجاحك أنت يعني سر نجاحك يعني هل هو صبرك أم انتظارك للحصول على اللحن اللي يتناسب معك؟ يعني كيف تأخذ أغنية، كيف تغنيها، كيف تقرر أن تغني أغنية؟ النجاح أستاذ نجيب مش أغنية ولا لحن. النجاح أول شيء من رب العالمين، ثاني شيء لما يكون إنسان صادق في عمله يؤدي عمله في صدق. أظن وربنا يعطي الحظ طبعا، أظن بينال النجاح. أنا الأغاني تعتبر أنك قدمت فيها مضمون موضوع للمستمع، أنا هي الأغنية أو الأغاني اللي تعتبر أنهم علامات هامة جدا في حياتك الفنية. غنيتها أنا؟ أي أغانيك أنت؟ غنيت أغاني حلوة أنا. هي اللي تعب نفسي في هواك أغنية حلوة وعايشة بقالها 12 سنة. نعم. حلف القمر يمين وقال لي أحلو ساعة مشافي، لو نويت تنسى اللي فات. كل أغاني فيها موضوع، فيها كلام حلو، كلام الناس آخر شيء. جورج، هل نفس الحب اللي عندك من التونسيين ليك هو موجود بذاته في بيروت، في سوريا، في الأردن؟ الحمد لله عندي محبة من جميع الوطن العربي، بس بتونس بلاقي نفسي بيسمعوني. يعني بلاقي عالم 10,000 أو 7,000 قاعدين في مسرح وبيشيخوا بيضربوا بينبسطوا من غير بيشيخوا ذي تونسيين. بيشيخ تونسي. بقى هذا الشيء بفرح القلب. نعم. يعني هذا الشيء بعتز فيه إنه في بتونس ناس سامعة. أبو وديع، تعليقك على الفيديو هذا؟ إيه الله يرحمه نجيب. نجيب عرفنا على كل تونس. نجيب هو الوحيد كان يراهن على جورج وصوف. الله يرحمه نجيب كان من أعزاز إخوائي. جورج وصوف شخص استثنائي فوق الركح وفي الأغناء، لكن أيضاً في حركاته فما حاجات تميز جورج وصوف. نشوفوها مع بعضنا. أبو وديع حب جمهوره على غنايته، على كلماته، على إحساسه، على غرمه بفنه وعلى وطنيته، وحبه زادة على عفويته. ما شاء الله. خزلوك؟ خزلوني؟ خزقوني. يضحونا الصحافة. هيعمل إيه يعني؟ أبو وديع عادي تلقاه يتمشى على الركح. يرمي في البوس. عادي زادة تلقاه يتهكم. ليش شايل القلم وقدامك ما في ورقة؟ أنت يعني شو هالجبان عم تسألني هالسؤال؟ شو محرج؟ سوري بالكلمة. تفضل. ما بدي أقول كذاب، كذاب. فرحة وشيل العيلة واتكل على الله وشوف شو في عندك. أي صف وصلت؟ لصف الفشل. وممكن يصبح فجأة فكاهي. كيف هيك ستك فاضي حجبي؟ قالت لي يا ابو وديع. قلت لها عيونه يا ابو وديع. قالت لي بجوها الله عليك، اخوي حسين كوما وبموت عليك. الله يخليك تجي بتشوفه شوي هيك بلكي بيقوم. فاتنا لعند حسين. يا حسين ما في حدا. بجوها الله عليك يا حسين تقوم. وحياه الغوالي بتقوم يا حسين. ومش غريب يتحول سلطان الترب الى صحفي ويحاور جمهوره. نعم. مش فاهمها شو هي يعني. وانا كمان اليوم مش حبايب؟ مش حبايب؟ عفويه ابو وديع مزيج بين اللعب والجديه، الفرح والحزن، الغضب والهدوء. لك شي حدا يجي لعندي؟ مرحبا. تغني عندي بس شوفها على التلفزيون ومبروس. من ناقص من غرامك. لا 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 لا. تعمل بنت. يلا.
عفويته تظهر أكثر في تعامله مع الصغار. أبو وديع عنده عشق وحنية كبيرة للأطفال. أبو وديع شو؟ أبو وديع عبو أبو وديع؟ تحبه؟ هذا الكل عادي. الشيء الغريب في تلقائية أبو وديع إنه في برنامج تلفزي ينجم يعتبر المقدم مش موجود. يا ملك مساء الخير. يه سيتو. يسأل ويجاوب وحده. أحلى شيء ما خليه يسأل ولا سؤال نشانا. يحكي مع التقنيين في المباشر. يا مصوت تاتي ندب على مصوت تاتي. يا مصوت تاتي زبط نسأل. جورج وسوف تنجم تسأله سؤال ويطنش ويزيد يحاول يقنعك إنه جاوبك. شو الجيلي؟ كنت بتحب لو كنت عندك بنت؟ أتعبريني جاوبت على سؤال بعده. زعم الليلة شنو باش يعمل معانا؟ عايشة رد بالك. لو هذا جورج واسوف وفاهم اللعبة منيح. أنا بدي إياك تكون إذا هدايا كان فيتياخ. شفنا فيه شخصية جورج واسوف. نوصلوا معك الحوار. أوكي خلينا نحكيه على الأعمال. أعمال جورج الواسوف المستقبلية. مستقبلية يعني فما ألبوم في طريق لرب العالمين. فما ألبوم في طريق. فما ألبوم جديد إن شاء الله؟ ألبوم لا عندي أغاني وأنا جاهز يعني مسجل. فما مجموعة من الأغاني؟ إن شاء الله. أنا عندي أنا دائماً في سجل بسجل دائماً. وقتاش بتخرجهم إن شاء الله؟ وقت لازم ينزل رح ينزل بإذن الله. السنة الجديدة أول سنة إن شاء الله حنزل أغنية أغنية. نجم تسمعنا شوية حصري من اللي حضر فيه أبو وديع؟ ولو بأمر عيونك أنا أكيد لا. شو سامعك جديد؟ تعرفوها؟ مقطع أرجع لنا يديك ما بذكر. شو مقطع. بدك عيون أنت؟ مقطع صغير من جديد أبو وديع. من جداد؟ من جداد مقطع صغير حصري. إذا حدا بيعرف أي شيء من جداد أنا أبغني. والله مش مزح حد. تعرف شو حدا من جداد؟ حتى دندنة بدون موسيقى. ضع مني المكان ومعالي بالطريق. أوكي أعتب على الزمان ولا أعتب على الصديق. هدي أغنية صلى معي أكثر من 25 سنة. أخذتها من الملحن العظيم فنان اسمه شاكر الموجي ولا نفذتها. إن شاء الله يا ربك. أغاني كثير عندي حلوة وأنا أنا حياتي غني. ويا رب يا رب كنا قد سئت العالم تحبني. ويا رب بدل أقدم لهم قد ما فيه أقدم لهم. جورج وسوف هما برشا مغرومين بيك في تونس. خرجنا صورنا معاهم باش نكتشفوا مع بعضنا شنو اللي قالوا. روحي أكبر من غرام، أكبر من محبة، أكبر من احترام. إنسان نحبوه برشا، إنسان نحترموه برشا، إنسان أعطانا برشا من عمره وبرشا من وقت. جورج وسوف حالة غير عادية، حالة حيرت وما احترت. برشا مرات حلمت حاطب جورج وسوف. نحلم بيه ومرات نسمع فيه في أغاني ما مش في رصيده ومش موجودين وغريبة ونسمع. غريبة هذه حالة ما فهمتهاش. أنا بيدي حرد. تقريبا عندنا أكثر من 26 وشم. وشم حقيقي عندنا 26 وشم في العالم العربي لفخامة جورج وسوف. التتواجة دي عملتها نابعة من برشا حب برشا غرام بجورج وسوف. وفي الأزمة الصحية الحادة اللي مر بها هي خلتني أنا نوشم جورج وسوف. أنا حياتي تقلبت معناها للأحسن بمعاني أغاني جورج. هي اللي خليني عندي طريق واضح في حياتي. المقياس نتاعو غني جورج. كيف يسألني واحد وينك حما لبس عليك وش عامل، نقول له كيف ما قال جورج اهي دنيا عايشين فيها وبس. كلمة نحبك ما عنديش تفسير معناها. ما وانا جورج وسوف معناها نحبه برشا ومتأثر به برشا. البومات وكل معناها عندهم علاقة أصلا بحياتي معناها حتى العادية. أنا عمري ما خممت باش نعمل تتواج. ما نعرفش شنو اللي خلاني نهارتها نعمل. وفي الحفلة هذيك راهو عملت تتواج باش نمشيله به للحفله هذيك. وهو جورج وسوف عنده سناسه كي يغزر العبد ما يعيطلوش لا باسمه ولا حتى شيء معناها من الجمهور. اللي هو شنو لابس يعيط يا اسود تعالى يا اسود. انا لابس مريول في النوار مفكرها.
وريته يدي قال لي اطلع للسام. انا فرحان اللي عملت تتواج وفرحان اللي ريته هو فرحان بالتتواج هذاك. احلى فترات حياتي عديتهم مع جورج وصوف، هذاك اللي خلاني انا نعمل التتواج وبش يقعد معايا لين نموت. انسان ربط مصيري بجورج وصوف، ونتمنى شيء هذاك صدقني قادر. انا نحب انا نعيش كان جي معناه نولي صديق مقرب لجورج، ما نتزوجش اصلا، نقعد عايش كل جورج وصوف. فهمنا الزلمة بيقولوا بس. حبيبة قلبي أبو وديع. نعم. في الحوار معك هناك خطوط حمراء؟ الحوار معي؟ لا، إذا بالحق وبالعدل وبال لازم تحكي معي أبدا خطوط حمراء. ما شيء برايفتي تبع عائلتي حياتي لا، ما هذا ممنوع أبدا. إن هذا الحديث جاي فستانك لابستي طول بعمرك. يعني الإنسان يجب أن يحترم خصوصيات الفنان بالمية مية، وإذا هو ما بده يحترمه بده يسألني أنا بخليه يحترم. لا بخليه يحترم يعني بيحكيني بالصين جو بنيكاراغوا. ثانك يو. أمري أنت وأنا بأمرك يا عائشة، بتمنى لك يا رب تكوني من انجح مين ظهر على الشاشه يا رب. الله يخليك. شو بتستاهلي انت انسانه طيبه وبتستاهلي النجاح وبتستاهلي كل خير يا رب. الله يخليك. واي سؤال عندك اسالي وانا قاعد معك. الله يخليك. والله. شكرا. انا كان لي شرف اني حاورتك ابو وديع. الله يطول عمرك يا عائشه. وقتيش ان شاء الله نشوفوا ابو وديع مجددا على شاشات التلفزيون ان كان في تونس والا في العالم العربي؟ شوفيني يعني مقابلة ولا مقابلة طبعا ولا مقابلة مع مين؟ انت تختار طبعا. لازم يا حبيبي لازم اي وقت تكون هيك شوف انه في برنامج حلو في موضوع لازم احكيه مختمر براسي انه لازم اطلع واحكيه واعمل فضايح على طول ولا يهمني شيء. والله اللي بلاقي القلب هون. ويا رب يا رب تكون انت السباقة ان شاء الله. يا رب يا رب يا حبيبتي قلبي. جورج وصوف هما برشا مغرومين بيك في تونس، خرجنا صورنا معاهم باش نكتشفوا مع بعضنا شنو اللي قالوا. أنا مغروم برشا بجورج، من اللي عمري 17 سنة حبيت نغني لجورج. حبيت نكون كيف؟ نحس روحي فخور اللي الغني لجورج. عمري ما كنت مقلد لجورج ليه؟ نتمنى أول حكاية نعيش معاها نهار كامل. مش غرام بالوصوف في اغنيه ولا في اثنين ولا في ثلاثه، غرام بالوصوف في ايديولوجيا نتاعو. مانيش متقلق الجمله اللي انا ما يوصفوني بجورج وصوف، خاطر نزيد فخره اكثر. لقيت طبقه نتاع صوتي كيما الطبقه نتاع صوت جورج. انا حتى مره ما حضرت الحفله من حفله جورج، ونتمنى اني نحضر الحفله ونقابلك نحكي معاك تسمع صوتي وتعرف اللي بالحق صوتي يشبه لصوتك. يا جورج يا سلطان الترب إياك ثم إياك تبطل غنى. ليه بتستكتر عليا؟ طب نعيش الذكريات، حرام عليك ارحم شوية وكفاية تجريح اللهات. بلاش تشمت غيري فيا، بلاش يلومني عاللي فات. انا خدي من الدنيا ديك اصحاب كتير واحباب شويه شويه، امسح دموع تنزل دموع تحرى عيني. لعمري كنت ولو بكلمه أرضى بليل وبقول دي نعمة غادي نعمة، ولا أكلت لومة عيش حرام حرام علي. شيء غريب شيء عجيب، عمرك يا قلبي شيء غريب شيء عجيب. بتعاتبني على كلمة جت مني من غير تفكير، بتحاسبني على غلطة ده انت
غلطت كتير ما فيش حساب بين الأحباب هوى سلطان الهوى سلطان على القلوب الهوى سلطان أشكي للزمان يقول للزمان أشكي للزمان يقول للزمان على القلوب الهوى سلطان على القلوب الهوى سلطان هوى سلطان الهوى سلطان عاشين الهوى سلطان إذا شفنا في الفيديو هذيك مع بيت حبك إلى حد الهوس فما لا. حاجة تحب تحكي عليها؟ أنا مش ضروري أعبر بالحكي أوكي تعبر بالغناء بعبر بالتنهيد هيك بالنظرة هيك بهيك أصوان هيك أبو وديع طمن جمهورك على حالتك الصحية؟ جمهورك يسأل طمنهم؟ طمنهم طبعاً طمنهم حبيبي أنا عايش مع جمهوري كل يوم عايش معهم على السوشيال ميديا الصفحة الاجتماعية والصفحة الاجتماعية كله معهم أنا كل يوم معهم أنا. كلمة إلى جمهورك لجمهوري الله يخليكم ويديكم يا رب أرضي محبتهم لألي دي محبتكم أنتم محبتكم هي الأغنى والأغلى شيء عندي والله العظيم يا ولد الحلال هذا أغلى شيء بالحياة محبتكم يقال إنه اليوم فما مشروع فيلم في هوليود عن السيرة الذاتية لجورج وسوف أنا في عم بكتب قصة حياتي أنا في حدا مكتب لي قصة حياتي هي العالمية المنية سمر لين وهبي هلا حكتب قصة حياتي لهلا أقوم بعد إن شاء الله إن شاء الله يعملوا فيلم أنا على عقيد الحياة إن شاء الله بعد ما أموت يعني إن شاء الله ربي يطول في عمرك طول عمرك كلنا حنموت يا بنت الحلال هذا شيء مشيئة الله ما فينا نهرب منه إن شاء الله بعد عمرت فيك طول عمرك يا رب يعني الآن فما سيرة ذاتية لجورج وسوف تكتب؟ يكتب وبنشف الإعلام قد ما حينكتب إن شاء الله حياتي كانت مليئة بكل شيء مليئة بالمغامرات الحلوة والمش حلوة والحمد لله رب العالمين يا رب أنت قلت لي حياتك مليئة بالأشياء مليئة بأشياء سلبية وإيجابية أكثر شيء بقي عالقاً في ذهن جورج وسوف سلبي كان أو إيجابي كتير شعلت بالذهن ما عندي شيء أكثر شيء كتير أحداث حلوة والمرة بضل زين بفتكر على طول ما بنساها أنا شفتك لابس في رقبتك لابس قلادة إيه لابس اسم الله اسم الله الله فيه بس غير الله شو بدي أقول لك غير الله حماية ما لي غير الله حبيبي هذا كل شيء لألي هو النور هو اللي أنا ماشي هيك ومنور لي طريقي ونعم بالله ونعم بالله نصيحتك إلى الجيل الجديد الجيل الجديد روحوا يلعبوا لونا بارك الفن يعني طبعا يلعبوا لونا بارك أحلى أبو وديع الحوار معك كان ممتع جدا وكان لي شرف إني حاورتك طول عمرك يا عائشة الله يوفقك يا رب العالمين إن شاء الله بتكوني إلى الأمام وبرنامج ناجح على طول وبتعاملي إلى أكبر وأكبر وأكبر شكراً نشكر الصف اللي اشتغلوا معنا بنشكر حبيبنا المخرج بنشكر البروديوسر أيمن حبيبي بنشكر كمان بنشكر الله إنه جيت لهون وقدرت أحكي من خلال تسعة للشعب الطيب لأهل تونس حبيبي شو سمعنا بالنهاية؟ أغنية النهاية
وقتين المصاب. يعني هلا مع انه تاخرنا بالوقت اوكي من قلبي مصاب، ويا رب يكون برنامجك عايشة الى الامام دائما، يا رب يكون انبسطوا يا حبيب القلب الجمهور التونسي، ويا رب تكون مش اول مره عن جديد في الشاشه التونسيه على طول. نتشكرك، شكر المغني، نتشكر الاستاذ باز الزوايد رئيس الفرقه. مش هقول قلت لي انا مش حنساك يا باز. شكر حبايبي كل اللي تعبوا معنا، ويا رب الى الامام يا عايشه تضلي اسمك يا رب الى الامام حبيبه قلبي انت. يا عايشك واحنا بدنا نشكرك. نص هاي نفسها هي نفسها. انا نفس هاي بسم الله. لا يا ابن حلال بس بدي كرسي عادي ترابيز غيري هون في يقعد هنيك. انا شو استاذ فافاروتي؟ سيلونس. كات روا دو ا كلاكيت. تفضلي. ولا حرف انت ها؟ ولا حرف. خلص الوقت. لا مش عادي عادي عندنا وقت. حجي والله راح اموت انا. والله انا غلبان وقلبي فقير. هو الملحن نسيها. حل عنا يا تي في. هب شيء يلا. طب تعيط الله يكبك والزغن قغاب. عيط لي يلا. اضحك بعد امي. خلاص يقول من قلبي مقرقح اللي فيني مكفيني يا جماعه خلاص. كم صوتك؟ عمرك ما تعيط يا ابني. انت ولا حرف انت. تعال شو اسمك؟ شو اسمك انت؟ هي صورة، هي صورة مش 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 فيلم دراما. عملت تاتو؟ تاتو عليك. بعد لك حمى اللي تسرع ان شاء الله. انا عازمك على العشاء يا ابن الاحمر. اسمعني يا ابن الحلال. انزل صلي على النبي يا مصلي على دينك العربان. هدي هدي اخر غنية حنزلها. اوكي ماشي بس هذه للكل مش لي انا. اجي والله العظيم حنزلها 2017. اوكي حروح اعتزل الغنى هلا حسجل انا والشباب. يلا تترات تتم ترات تتم الحكاية يا حبيبي.